كده يا نعمة الحساب هيبقى 2 مليون جنيه. مبروك عليك التركة كلها وتاخد الجمل بما حمل. عايزة ابني يا دكتور. أنا آسف، هم قالوا لي إنها فاقت يعني. ألف الحمد لله على سلامتك يا أم النونة. لا بس بسم الله ما شاء الله، يعني البيبي الخالق الناطق الشريف الله يرحمه. ولا كنا بقى محتاجين نعمل لا دي إن إيه ولا أي حاجة يعني. كتر خيرك يا باشا. أنا كان لازم أجيلك بقى وأبارك لك. ونقط البيبي الصغير ده شيك بخمسين ألف جنيه. ألا بالحق يا نعمة صحيح. ناوي أسميه إيه؟ ودي عايزة كلام برضه. أسميه شريف طبعا على اسم أبوه. يا حبيبي الله يرحمه. طبعا طبعا. وقسم دي بطل لك وصف الأكل. الأكل ده معقم رايح لنعمة المستشفى. ده فاكرني إيه؟ حشري تلوث؟ معقم إيه؟ ده أنا باخد خصاية. وإما أنت جايبني على ملا وشي من غير ما أحط لقمة في بوقي. هأكلك هأكلك. بقول اللي أنت عايز إيه؟ أنا كتبت عرفي على البت منى الشغالة اللي هنا. أيوه كتبت عليها عرفي. وخدت قرض من البنك 150 ألف جنيه عشان نفتح مطعم أنا وهي، وكتبت لها كل حاجة باسمها. في الآخر ضحكت عليا، قالت لي أمك في العش وأنا طارت، نصبت عليا زغلول، وأنت أخويا وحبيبي، عاوزك تساعدني تقف جنبي عشان ترجع لي فلوسي دي. قرض حشري؟ إيه عبيط أنا ولا إيه؟ ما أنا عارف من الأول إن أنت اللي لهطت ال 150 ألف جنيه بتوع الاعتذار. وش ايه؟ مش الكلام ده، ده انا هفضحك. اوعى، انا مش حرام، انا ما سرقتش حاجه. بعدين يا زغلول، لو انت عايز تقف معايا وتجيب لي حقي اهلا وسهلا بيك، يبقى امين. مش هتجيب لي حقي اتفضل، توكل على الله من هنا روح. لا يا حبيبي، ده كان زمان قبل ما اعرف. انا خلاص عرفت، انا محامي، رجل قانون، لا يمكن اقف مع حرامي زيك. انا ضميري المهني وحتم عليا ان اطلع اقول للست الغلبانه اللي فوق دي. اوعى تروح. اخد ايه؟ شد خطري، شد خط زغلول، ابوس ايدك، ابوس ايدك. اوعى تجيب سيره الموضوع ده. وبعدين ده طول عمرها مكوشه على الفلوس، على قلبها انت كده. دلوقتي انتوا الراجلين اللي في العيله. مش قوي. ولا اتكلم عن نفسك يا خرب بيتك. انا عايزه حق اختي يا ابليس. حقيقته ده؟ انا اختي اتخبطت بعربيه عشان يقتلوها هي وابنها. والعمل كده عايش حياته عادي جدا. ما تسيقيش الظن يا توته، ما يمكن يعني حادثه قضاء وقدر. لا حادثه. وابليس عارف عيله البنهاوي كويس، وقعد على قلبه مراوح. اسمعي كلام خطيبك يا توته، يمكن تكون حادثه فعلا. ويمكن مش حادثه، ويمكن سمر مراتك هي اللي وراها، وانت عارف وساكت. يا بنت في ايه؟ انت مجنونه ولا ايه؟ هبت منك؟ انا هعمل كده في نعمه بنت خالتي؟ ابليس عزت. ايوه عزت. اللي لبسته في قتل البشوات وكلت من وراه الشهد. طب اقعد عشان نتفاهم. اسمع يا ابليس، انا قتلت اتنين عشانك وكنت رجوله وواقف معاك. انا دلوقتي عندي قضيتين. لو اتقفشت في قضيه صادق وشريف هروح في داهيه، هيعلقوني من رقبتي. وعشان كده انا لازم اخرج بره مصر ومحتاج فلوس من الخزنه دي. لو ما اديتنيش فلوس الرصاصة دي هتبقى في دماغك. ما عنديش أي اعتراض، أنا قاتل اتنين قبل كده، عندي استعداد أقتل التالت والرابع والخامس. قوم يا ابليس قوم افتح الخزنة عشان أسافر بره، يا إما أوديك المشرحة. مين ده يا ابليس؟ وإيه اللي بيقوله ده؟ اخلص أنت وهي، مش عايز أسمع صوته. شش، اهدى اهدى وهديك اللي أنت عاوزه. ماشي، قوم افتح الخزنة. حاضر، من عناية. ليه؟ ليه؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. كويس انك انت جيت يا زغلول عشان تروح معانا المستشفى نشوف هنعمل ايه بعد نعمه ما ولد. قبل المستشفى بس حشري كان عنده كلمتين كده عايز اقولهم لك. ايه خير؟ هتقول انت ولا اقول انا ولا ايه؟ هقول يا زغلول هقول. اعتذار انا اللي سرقت الفلوس من سحاره الكنبه. كنت عاوز اعمل بيها كده مشروع مفاجئ بيه. بس يا خساره. فلوس طارت. نصب عليا. ايه؟ انت اللي سرقت فلوس يا حشري؟ انت اللي سرقت تحويشه عمري وقهرتني؟ لا والله لا. انت عارفاني عارفاني يا تضهر. انا عشت معاك السنين دي كلها عمري ما عوزت منكوا حاجه. انا كنت راضي بطبق الكشري اللي مقسوم لي وعمري ما طلبت كماله ولا حتى قلت للدنيا زودي لي دقه. انتوا ايوه انتوا اللي اتبطرتوا على النعمه بصيتوا لفوق ولبستوا توب غير توبكم. انتوا اللي رفضتوا طبق الكشري كان بيوجع بطنكم وتقولوا الورد بيدمع علينا رغم البصله متحمره كويس. انتوا اللي بصيتوا لفوق لفوق قوي. انتوا اللي حلمتوا احلام مشطشطه مش قدكم. وبنتك بنتك اللي حطت تعيل في بطنها عشان ملايين. لكن انا ما طلبتش حاجه. انتوا باصين لفوق لفوق قوي. انا طول عمري عايش النهارده. انتوا باصين لبكره. انا ماليش الا النهارده. طول عمري وقفالي زي اللقمه في الزور. استخسرت فيا الفلوس لاقين بيها دماغي المحليه على الارض. بس يا خساره اخر بتقول عليا وحش. لو انا وحش تبقى انتوا اللي وحشين. فلوس طارت طارت دار وانا طرت معاها. خلاص خلصت الشويتين اللي انت جاي تضحك عليا بيهم. ماشي يا حشري اطلب لي البوليس يا زغلول. انا لازم احبس الراجل ده. لا قبل ما نحبسه نرجع الفلوس الاول. بلاش بوليس يا فضل عشان خاطر بلاش بوليس وتبادلين على اخر الزمن. ابوز رجلك يا زغلول يا اخويا. اقنع اقنعها لما تجيبليش البوليس واعتبر الفلوس دي اعتذار تمن عيشتي معاكي وصبري على ذلك وعفريتك واعمالك ونصبك على الناس. اقسم لك بالله العظيم اعتذار انا حمشي همشي مش هتشوف وشي تاني. انت رايح فين؟ هات لي الراجل ده من قفاه انا لازم احبسه. لا احنا ايه اللي يتعبنا وجرينا وراه؟ احنا نعمل له محضر والبوليس هو اللي يجري وراه ويجيبه من قفاه ونرفع عليه قضيه وواحد مني هكسبها لك. ماشي يا حشر. الو ايوه يا توت. ايه بتقولي؟ ايه يا حاج في ايه؟ كورنر يا زغلول. ماله كورنر؟ كورنر ابني مات. كورنر مات. يا قلب امك يا ابني. يا حبيبي يا كورنر. يا حبيبي يا كورنر. اه يا ابني. حبيب امك يا شريف يا رب خليهولي يا رب يا رب تقوم لي بالسلامه يا حبيبي.
أنا ماما، أنا ماما يا حبيبي. الواد اللي أنت بتدلعي وتهشكي فيه ده، ده من اختراع أنا، بس لسه ما قبضتش ثمنه. من اختراعك يعني إيه يا دكتور؟ استغفر الله العظيم يا رب، ده خلقة ربنا يا أخوي. وبعدين ما أنا قلت لك لما أقفش الفلوس بتاعة الورثة هديك اللي أنت عاوزه. لا والنبي، هو أنت ما أدريتيش إن أنا عرفت إن أنت عديت الفقر وبقى ليكي رصيد في البنك بعد الله يرحمه دفتر التوفير؟ يا دكتور أنا صرفت كتير قوي على منظري والمظهرة الفشخرة الكذابة بتاعتي، هعمل إيه؟ رصيدي في البنك ما يكفيش ربع الفلوس اللي أنت عاوزها والله. ما تشغليش بالك يا نعمة، إحنا إخوات. بص يا ست الكل، أنت بإيدك الكريمة دي هتمدي لي وصل الأمانة ده. أصل أنا ما فيش أصل ولا فصل، يا تمدي لي وصل الأمانة يا ضلمها لك يا أم. خلاص. ده باتنين مليون بس، أنت عارفاني أنا مش طماع. شكرا. مساء الخير يا جماعة. أنت يا نعمة، أنا لما جلال قال لي قلت له مستحيل. إزاي قدرت تخدعينا كلنا كده؟ ركب الكلبش يا ابني. ما فهمت. يا حبيبي يا ابني، يا قارتي عليك، يا قارتي عليك يا كورنر. خير يا دكتور؟ وعدى مرحلة الخطر دلوقتي، بس هو في غيبوبة. وإن شاء الله يفوق من الغيبوبة دي امتى؟ ده مش بنك، دي غيبوبة، الله أعلم هيفوق منها امتى، احنا بنحاول. شكرا يا دكتور. وابن الحرام اللي عمل؟ لا عمل كده ما قبضوش عليه. لا لا مسكناه قبل ما يهرب من الشركة. الو. ايوه يا نعم. اجيب لها السيرة. ايه؟ طيب طيب انا جالك حال. في ايه يا زغلول؟ نعمة اتقبض عليه. يا مصيبتي. ده شريف ده كان روحي. ايوه انا حملت منه بعد ما مات. بس في حد يقتل روحي يا باشا؟ امال تفسري بايه سرقتك الحيوانات المنويه وعمليه الحقن المجهري اللي انت عملتيها؟ مش عشان الميراث؟ ملعون ابو فلوس الدنيا كلها. بقول لك ده كان روحي من جوه. هو جالي المستشفى قبل ما يموت وانا كنت بموت ساعتها، وكنت خلصانه خالص بعد ما ضربوني علقه، وهو اللي رد فيا الروح تاني وقال لي انه لو الزمن اتغير يا نعمه ما نفسيش يبقى عندي ابن غير منك انت. وهو الزمن اتغير وهو مات، ما فكرتش غير اني احقق له امنيته، وما كانش عندي وقت. عملت عمليه الحقن دي بسرعه قوي عشان كان نفسي احقق له انه يبقى له ابن في الدنيا شايل اسمه. حتى لو هتشنقوني انا مش هممني حاجه، على الاقل هروح لشريف وهقول له يا شريف انا جبت لك ولد شايل اسمك في الدنيا دلوقتي من بعدك. انا اسفه يا نعمة، بس انا مضطره انشر كل اللي حصل، ده شغلي. انا ما قلتلكيش ما تنشريش يا عبير، بس انشري الحقيقه كامله، ما تنشريش نصها ولا حته منها. استنوا شويه وبكره الحق يبان لكم ان انا ما قتلتوش. اصبروا شويه وهتعرفوا ان انا مش شمال. انا عملت كده عشان بحب، بس انتوا مش هتفهموا الكلام ده. ما حدش هيقدر يفهم، ما حدش هيفهم يعني ايه واحده بتحب واحد نفسها في عيل منه. ما حدش هيفهم يعني ايه واحد مات واللي قتلوه بيتمتعوا بفلوسه وهو ملوش ابن يشيل اسمه. مش هتفهموها عشان مش بتحبوا زيي انا، بس اللي بحب. اخبارك ايه؟ اخويا فين؟ شد حيلك. اخويا فين؟ بقى لله.
يا دكتور، عاوزك بقى تحكي لي كل حاجه تعرفها بالتفصيل، اتفضل. هو لسعادتك يا باشا، اولا هي فكرتها هي مش فكرتي انا، ودايما يا باشا العمليات دي بيبقى نسبه النجاح فيها ضعيف قوي. هوب ربنا كرم والعمليه نجحت. يرضيك بقى يا باشا عشان العمليه تنجح هتحبس انا؟ لا خالص، انتوا الناس فيكوا شيء لله، معقوله برضه تحبس؟ طب ووصل الامانه وال2 مليون جنيه؟ ابليس انت كده في خطوره جامده قوي عليك. لو عرفوا ان انت معاك الفلوس دي كلها بعد ما قبضوا على السواق ده هتلبسك هتلبسك. والحل يا رشا؟ تكتب لي كل حاجه بيع وشراء، وانا هقول لهم ان انا كاتباهم باسمك من الاول عشان عيله البناوي ما تفتكرش ان انا بضربهم في السوق. واما تطلع من اللي انت فيه ده خلاص هرجع لك كل حاجه تاني ونشتغل مع بعض. اللي انت عايزه يا عم اقول لك. هروح اجيب المحامي ساعه وهكون عندك. تمام. امين. خد بالك من نفسك. قبض على الواد السواق اللي عمل الحادثه. وهو قال ايه؟ هيقول ايه يعني؟ تلاقيه كان مبلبح حاجه ولا مبرشم من الزفت اللي بياخدوه ده، مش كده يا سامي؟ اه بالظبط يا حبيبتي. على فكره بقى لما سالوه قال ان ابليس هو اللي دافع له عشان يعمل كده. ابليس؟ لا 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 ما اظنش طبعا ابليس ممكن يعمل حاجه زي كده. يا ابن الحرام، واعمل لي فيها طيب وعايش وسطنا، وعامل فيها عبد العبيط. واحنا كده بقى عرفنا جيجي الفلوس دي كلها جت منين؟ ها؟ اه على رايك طبعا. على فكره بقى في حد على فكره له مصلحه جامده جدا في موتهم، هو اللي دفع لابليس عشان يعمل كده. مش معقوله طبعا ابليس هيدفع من جيبه يعني. مصلحه ايه بس يا سمير؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ما هو كده الحقيقه واضحه زي الشمس يا جماعه. يعني ابليس جاب سواق عشان يخلص من صادق وشريف، وبعد ما التحقيقات اتقفلت طلعت بقى بنت خالته دي اللي اسمها نعمه تقول لك انا ليا في الورث وحامل، والحمل اصلا حصل بعد موت شريف. يبقى مين القاتل؟ يبقى مفيش غيرها، الجربوعه اللي اسمها نعمة. قول لي بقى يا ابليس، ايه الاتفاق اللي تم بينك وبين نعمة عشان تقتل صادق وشريف في بني هاو؟ نعمة مالهاش دعوه يا باشا. هم قتلتهم لصالح مين؟ مش لصالح حد، انا ما قتلتش. عايز اتعترف عليك يا ابليس، وشاهد العين الوحيد قال على اوصف. بص يا باشا، انا حربت بس ما قتلتش. حربت لصالح مين؟ ولا حد يا باشا. بص يا ابليس، لو انت حربت لصالح نفسك فدي فيها اعدام يا مؤبد، لكن لو انت كنت وسيط يعني حربت لصالح حد يعني، فدي يعني لو معاك محامي شاطر من 10 15 سنه. ولو انت بقى بتقول البقين دول عشان تحمي بيهم نعمه، نعمه نفسها لو مكانك كان زمانها قرت عليك يا باشا. بدل المره قلت لك 100 مره، نعمه ملهاش دعوه باي حوار يا باشا، طلعها من دماغك بقى يا باشا. ده انا اخويا، اخويا اللي تمنيته في الدنيا دي اغلى حاجه عندي يا باشا، ربنا افتكره خلاص. انا ماليش حيل يا باشا الف وادور، خلاص انا انتهيت. ماشي، يبقى نريح بعض بقى ونجيب من الاخر. مين اداك الفلوس عشان تفتح بيها الشركه وتجيب بيها العربيه لاحدث موديل عشان تحرض على قتل شريف وصاد؟ شركتي يا باشا، شركتي في الشركه. مين؟ رشا عزت يا باشا، رشا عزت وحامد النشار. رشا هي اللي كلمت صادق بيها عشان يروح المناقصه دي هو وشريف باشا. رشا يا باشا. انت لابسه اسود ليه يما على طول؟ اوعي يكون شريف ابني جرى له حاجه. بلد الشر عليه يا حبيبتي. لابسه اسود من اللي احنا فيه. انا بس عايزه افهم، انت قتلتي جوزك وابوه ولا لا؟ ايه يما اللي انت بتقوليه ده؟ قتل ايه؟ حتى انت؟ ما انا مش فاهمه حاجه. امال حملتي ازاي بعد الراجل ما مات؟ وايه الملعوب اللي انت لعباه؟ احنا ستر وغطى عليك. هو يكون الواد ده ابن حرام؟ اقتلك. تفهم من بقك يا ام. شوف يا نعمه، انا المحامي بتاعك ولازم اعرف الحقيقه كلها عشان اعرف ادافع عنك ويكون في علمك.
موضوع الحمل ده ممكن جدا يضعف موقفك في القضيه. يضعف بقى ولا ما يضعفش؟ الواد ده ابننا وشريف بالشرع والقانون، ولو كان يما ابليس هو اللي عمل كده هاكله بسناني، ولا حكومه ولا سجن هيمنعوني عنه ابدا. مش تعملي الواجب وتروحي تزوري جوزك قتل القتله. انا كلمت سمير المحامي وهيرفع لي قضيه طلاق. يا بالسرعه دي كده؟ يا نهار اسود. ايه رشا وحامد النشار. يا سامي صباح الفل. يا سامي صباح الفل يا ابليس باشا. في ظرف ساعة زمن الاقيك قدامي هنا. يا على الزمن. بقيت دلوقتي بتؤمر وبتنهي وبتدي اوردرات. الله ينور عليك. اوردر تيجي لي هنا. يا جيجي ساعة زمن والاقيك قدامي هنا. يلا مش عايز كلام كتير. يلا اكتب يا ابني. قررنا نحن محمود المرسي وكيل النائب العام الافراج عن المتهمة نعمة عبد العال بكفالة قدرها 10,000 جنيه. ايه بقى؟ ايه حالة الصمت اللي انت عايش لنا فيها دي؟ انت جاي تسمعنا سكوتك في ايه؟ انا مش عارف والله. مستنين حد باين. انا ايش عرفني؟ الله الله الله. اهلا. مساء الخير. مساء النور يا حبيبي. منصور 5 دقايق بس استناني بره. هنتكلم كلام عائلي شوية. وانا مش هعرف اروح فين باللي انا فيه ده يا منصور. معلش. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. دلوقتي انا قعدت مع كل واحد فيكم لوحده. جيجي وسامي. لما سمر ورامز بقى قعدت معهم هما الاثنين. يعني باختصار كلكم دفعتولي عشان اقتل شريف البنهاوي. احنا هنتجنن ده يا ابليس. قاعد اسمع ولا كلمة لحد ما اخلص كلامي. كل واحد فيكم فاكر ان هو اللي ورا الحادثة دي. انما الحقيقة بقى ان كلكم دفعتولي عشان شريف يموت. انت اكيد بتخرف. اه اكيد واخد دواء مأثر على مخك. يلا بينا يا رامز. ده شكله مخه لسع وعايز يلبسها لنا كلنا. انا ابليس فاكرني غبي زيكم؟ انا مسجل لكم كل حاجه. مسجل لكم قعده الاتفاق على اكل شريف البنهاوي. تحب اسمعها لكم؟ ساكتين ليه؟ اسمعها لكم؟ دلوقتي يا ابليس انت حبست حامد النشار ورشا. عايز مننا ايه؟ رشا دي غبيه. طب والله غبيه. انت عايز تستقرضني وتاخد مني الشركه فكان لازم اعدلها. انما حامد النشار ده ملوش في الموضوع من اساسه. رشا كانت عارفه كده كده ان شريف هيموت. انما هي فكرت في موت صادق. انتوا الاساس، هم جم بعدكم. انتوا الاساس. انا قلت زياده الخير خيرين ما دام كله بيدفع. انتوا عارفين ده. وقلت ليه يقتل واحد يقتل اتنين مفيش مشكله. سامي وجيجي كان يهمهم ان شريف يموت عشان ما يقسمهمش في الورث. انما رامز وسمر بقى كان يهمهم ان شريف يموت لانه اكتشف خيانتهم. بجد يعني دي شهاده لله. يعني سامي كان متاثر فعلا بموت اخوه. متاثر من جواه. انا كنت شايف كده. بس انا هعمل ايه؟ انا عبد المامور ولازم انفذ. لما ربنا ما بتعاندش ما بتعاندش ابدا. صادي هو اللي مات الاول. وبعدين شريف ورث ومات بعديه. وبعدين جت نعمه هي وابنها وورثت كل حاجه. لا لسه ما ورثتش. ده عاير ابن حرام مش هيورث. مش موضوعنا دلوقتي. مش دي الحكايه. لو انتوا فاكرين ان ابليس هيشيل الليله دي لوحده تبقوا غلطانين. اغبياء. انا مش هشيلها لوحدي ابدا. طب انت هتستفيد ايه بقى لما تبلغ عنه؟ ما انت خلاص خدت فلوسك. الديل كده خلاص خلص. وجاي تفضحنا كلنا قصاد بعض ليه؟ عاوز فلوس زياده؟ مش هتبطل بقى طمع. وبعدين احنا خلاص ما بقاش معانا فلوس نديها لك. لا انا مش عايز فلوس.
بقتش احب الفلوس خلاص، مش عايز فلوس. فلوس ملهاش عايزه في السجن، ملهاش مكان. امال يا ابني انت عايز ايه؟ عايز اخرج. واحنا نخرجك ازاي يعني؟ وتخرج ازاي يعني؟ مش فاهم. عايز تخرج عشان تبلغ عننا بالتسجيلات اللي معاك؟ ده هي لو موجوده اصلا صدقني لو بلغت مش هتستفاد اي حاجه. شوف يا ابليس، الحكم اللي عليك ده كده كده موجود، ففكره ان انت موجود جوه السجن ده شيء لطيف. ليه بقى؟ لان طول ما انت جوه واحنا بره هنقدر نقوم لك اكبر محامي في مصر. طبعا وهنراعيك، وانا بقى بفلوسي ومعارفي هقعدك جوه كانك قاعد في اوتيل خمس نجوم، ولما تخرج هنضمن لك مبلغ محترم قوي يظبطك بقيه حياتك. الله الله، صح صح. بقول لكم ايه؟ تقول لكم طايله تقدروا تعملوا اي حاجه. انا هديكم مهله ست شهور، لا تخرجوني هتلاقي نفسكم انتوا اللي جوه مش انا، وهتقولوا ابليس قال. يلا اتكلوا على الله. يلا يلا. شايف بقى عبير؟ شفت شريف حلو ازاي؟ شبه ابو الله يرحمه بالظبط، نسخ سبحان الله. ربنا يخليه لك يا نعم. يا رب. عايزه اقول لك ان اللي عملتيه قلب مصر كلها ومحير كل المحامين وخبراء القانون، وانا والله العظيم واقفه جنبك ونشرت الخبر بطريقه معاكي مش ضدك. يا اختي ربنا يخليكي، بس ويحيرهم ليه وما مالهم بينا؟ وانا كنت عملت ايه يا اختي اصلا؟ دلوقتي طفل لاب متوفي وام مطلقه لكن لسه في العده، مش عارفين بقى اذا كان ليه ميراث ولا لا، وانت عليكي عقوبه ولا لا، كلهم مختلفين. ما يختلفوا ولا يتهببوا، انا مالي بيهم اصلا. انا في حال، انا كل اللي يهمني بس ان ابني يقوم بالسلامه واخده في حضن. كلها شهر ونص ان شاء الله ويطلع وتاخديه في حضن في العمر كله. يا رب يا اختي ان شاء الله حتى الدنيا بعدها تولع بما فيها، المهم انا وابني. مالك يما؟ في ايه؟ انت بتفولي ليه كده؟ مفيش حاجة. بتعيطي ليه؟ تقدر ما تقولي، وانا مش عارفاك يعني؟ في ايه يما؟ كورنر يا نعمة، كورنر ابني مات، مات. انت هتقولي ايه يا يما؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ مات يا نعم، مات. الحكم على حامد النشار ورشا عزت بالاشغال الشاقه المؤبده، والمتهمين الاخرين بالسجن المشدد 15 عاما. ده جميل قوي الكلام ده، كده ابليس لبس 15 سنه. والله العظيم الغبي ده انا خايفه منه. وده هنخرجه ازاي بقى ان شاء الله؟ ده متخلف، ممكن يودينا كلنا في داهيه. لا ده متخلف على نفسه، انا هعرف اتصرف معاه. نشوف بس هيقولوا لنا ايه في الجلسه الجايه. انا مش رايحه الجلسه دي عشان تبقى عارف، والبنت دي مش هتورث على جثتي. ايه دي بس يا جيجي؟ الا بالحق صحيح، انا سمير قال لي انه انت وهو كنتوا مزورين العقد بتاع بيع نص الفيلا اللي انت قلت ان صادق باعها لك، الكلام ده صحيح؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي سمعتيه يا جيجي ما تحوريش. هو انتوا ليه متخيلين ان الناس اللي بتشترون بالفلوس مش ممكن يبيعوك بفلوس اكتر؟ اصل هو كان خايف يعني ان بعد ما نعمه ظهرت انها تقدم طعن يعني في العقد المتزور ده فتتحبسي. وقطعيه احسن. قطعيه، احنا بقينا ستر وغطى على بعض. ستر وغطى على بعض قدام الناس؟ ممكن نشركهم ولا ايه رايك يا سمر؟ ايه رايك يا رمز؟ اه ده انت بتاع فضايح بقى. ها يا استاذ زغلول، مستعد ولا هتكسفنا؟ لا اوعدي عليا، احنا تمام الحمد لله. ايوه يا استاذ زغلول، ده احنا حاطين اعتمادنا على ربنا وعليك. انا عايزاك بقى تسول وتقول كده وتقول كلام من اللي بيترافعوا فيه في المحاكم. دي قضيه عمر. ما هو ده اللي مخوفني. نعم. لا انا عايزاك بقى تهتم قوي، لان دي فعلا قضيه عمرك انت، بعد منها هتبقى مشهور قوي لو كسبتها. بقولك لباب السماء يا رب ينصفك وينصفنا.
بإيديا دول يا إبليس، بإيديا. قتيل 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 قتيل. ومن كل ما سبق يتضح للمحكمة أن لموكلتي وابنها حق ثابت تطالب به بعد أن فشلت كل مساعيها في الحصول عليه بالطرق الودية، وبعد أن ذاقت الحرمان على يد المدعي عليه. سيادة الرئيس، لقد عاملوها كزوجة ثانية، أجبروا زوجها على تطليقها، ولكن عدالة السماء أبت الظلم، وشاءت إرادة الله أن تحدث الوفاة وموكلتي في شهور العدة. وحيث أن محضر الجد المرفق بالأوراق التي بين أيديكم والمحرر بمعرفة النيابة الحزبية ما هو إلا دليل رسمي لا يقبل الشك على مفردات التركة، وبناء على ذلك وبعد كل ما سبق، فإن موكلتي وبعد طول عناء أن تصمم على مطلبها الوحيد، وهو الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليمها نصيبها ونصيب ابنها القاصر من التركة والمثبت في محضر الجرد وعريضة الدعوة. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على القانون والأوراق المتداولة، ولما كانت المدعية نعمة عبد العال عبد الحق قد اتخذت سبيل الاحتيال بالحصول على السهل المنوي للمورث بعد وفاته وعلى غير رغبة منه، مما نتج عنه إنجابها لطفل ذكر من صلب المورث، فقد حكمت المحكمة أولاً بحرمان المدعى عليها من نصيبها في الميراث الشرعي، ثانياً إلزام المدعى عليهم متضامنين بتسليم المدعية نصيب ابنها القاصر شريف شريف صادق البنهاوي في تركة المرحوم شريف صادق البنهاوي المحددة المعالم والحدود في محضر الجرد المرفق صورة رسمية من الأوراق. رفعت الجلسة. مبروك يا ابني، طلعت محامي بجد وصلت وقلت يا استاذ مبروك يحيى العاد. طب انت هتستفيد ايه بقى لما تبلغ عنه؟ ما انت خلاص خدت فلوسك، الديل كده خلاص خلص، وجاي تفضحنا كلنا قصاد بعض ليه؟ عاوز فلوس زياده؟ مش هتبطل بقى طمع؟ يعني هم ما كانش مسجلهم الاتفاق الاولاني؟ لا يا باشا، بس هم عشان اغبياء، هو كان مجمعهم التجميعة دي كلها عشان يسجل لهم الاعتراف ده، وقال لي يا نعمة يا بنت خالتي لو ما خرجتش من السجن بعد 6 شهور ودي الاعتراف ده لجلال باشا. متخلف، ما قالش كده من الاول ليه؟ ده غلبان يا باشا، كان فاكر ان هو هيعرف يخرج من السجن. غبي غبي، هو في حد بيدخل السجن وبيخرج منه؟ مساء الخير، نورين يا عرايس، الشرطة في خدمة الشعب، مش محتاجين حاجة؟ مساء النور يا حضرة الضابط. يا ترى بقى اللمة دي كلها ليه بقى؟ بعدين أنت مش عارف أنت بتتعامل مع مين؟ على فكرة حضرتك، أنت ممكن تتعرض للمساءلة القانونية بسبب اللي بتعمله. هو في إيه؟ في إيه يا جلال باشا؟ في حاجة ولا إيه؟ لما تفكروا بعد كده تهربوا بره مصر وتحجزوا طهران، ما تبقوش تكلموا الليموزين وتسيبوا عناوينكم فيها. هو ليه حضرتك معتقد ان احنا هربانين؟ احنا رايحين نقضي شهر العسل في المالديف.
ما احنا قلنا بقى عشان كده الزفه لازم تبقى علينا وتبقى زفه ميري. اتفضل. شكليات. عارف الشمس حاميه قوي. هات يا حبيبي. انت كده يا رب. سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أختي يا حبيب قلبي يا ناس، أنت حبيب سته، قلبي سته، عقلي سته، قراشي يا آخرة صبري يا حبيبي. إلهي يخليك ليا يا رب. حبيبي يا ناس، حبيبي حبيبي حبيبي. أهلا. شفتي أم حلوة إزاي؟ قمر يا حبيبتي طالع لك. لو النبي ده شبهك كده. كنت لسه بقول له كده. حبيبي. خلاصي. بصي بيضحك إزاي؟ عنده نقاش إزاي؟ بسم الله ما شاء الله. إيه يا بيبي قلبي؟ إيه حلو؟ لو السفر عمرو هاشم محمد كامل مهندس ديكور. شنطه فيها ايه؟ اكشلي فيها شويه هدوم وديزاينات واشياء شخصيه. بليز الوقت مش صحي خالص، لازم اطلع روما دلوقتي. بليز. ثانك يو ثانك يو جو جو ثانك يو.